للحديث عن التهرب الضريبي في العراق والاتهامات بالفساد بالمؤسسات خاصة في المؤسسات الضريبية، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي سناء عبد القادر. أستاذ سناء، مرحبا بكم. يعني لماذا تتجاهل الحكومة في العراق القيام بتجديد وإصلاح للنظام الضريبي، وهل الموجود ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية الحديثة أستاذ سناء؟ نعم، أولا مساء الخير، تحياتي لكم وتحياتي لكم وإلى مشاهدي قناتكم الموقرة قناة الرافدين الفضائية. بالحقيقة هي لم تتجاهل، وإنما عقدت عدة ندوات وحوارات من قبل أساتذة المختصين، لكن مع الأسف لم يؤخذ بهذه النصائح. لذلك ترى أنه الضرائب والنظام الضرائبي لا زال قائما على الفساد، ولا زال التهرب من دفع الضرائب. لو أخذنا إحصائية بسيطة، لو نقوم بحق أنه بجمع الضرائب بلغت 8.2 مليار دولار أمريكي بالسنة، لكن مع الأسف التهرب الضريبي وبالأخص المنافذ الحدودية الموجودة التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية، هذه مسألة مهمة جداً. وكذلك فيما يخص الاستيراد ونافذة العملة التي يتم من عبرها وخلالها إرسال مبالغ ضخمة إلى الخارج بهدف استيراد مواد غذائية أو سلاح إلى آخره إلى العراق، لكن مع الأسف يتم الاتفاق مع الجهة التي يجب أن تصدر هذه المواد حول كمية النقود. يعني الاتفاق أنه فرض لو تم تحويل 1,000,000 دولار لقامت بتحويل ما قيمته فرضا 2,000,000 دولار، لكن يتم اتفاق على انه 500,000 دولار لهذه الشركه التي تقوم ب تصدير المواد والسلع الى العراق، ونصف مليون هو قيمه البضائع. يعني هنا مساله اتفاق حول هذه التحويلات وحول نسبه السرقة من هذا المقدار من التحويلات إلى الخارج. فالمسألة يعني مسألة موجودة والمسألة عميقة شاكب، وتحتاج إلى رقابة صحيحة جدا من قبل الدولة. نعم أستاذ سناء، عدم التحديث بنظام الضريبي أسهم بتغول الفساد بالمنظومة الضريبية، هذا صحيح؟ هذا صحيح جدا طبعا، لأنه التحديث يحتاج إلى أنه رقابة، والرقابة طبعا قائمة على أنه مثل ما قلنا نظافة المسؤولين. وقد ذكرت قبل قليل انه في بنك الرافدين هناك يعني 3-4 مدراء ممنوعين من السفر. ما هو السبب؟ السبب انهم بسبب التغول والفساد والحصول على الرشوه من هذه الضرائب. نعم. استاذ سناء، اللجنه الماليه البرلمانيه اكدت ان ما يدخل خزينه الدوله من الضرائب لا يتجاوز 10% من عمليات التحصيل. الخلل في المحاصصة الحزبية كان لها دور بضياع هذا الإيراد المهم للخزينة، تعتقد ذلك أستاذ سناء؟ ممكن طبعا، ممكن أن يكون المحاصصة الحزبية، لأن الفساد موجود ومستشري في كافة دوائر الدولة وفي قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. فإحنا لا نستبعد أن يكون هذا الفساد قد أخذ ما أخذه من الضرائب، وعشر بالمئة يعني أنا أعتبره كثير، قد يكون أقل من 10%. طيب أستاذ سناء، ما خطورة استمرار وضع المعابر والمنافذ الحدودية تحت سلطة الميليشيات، خاصة على المنتجات المحلية وعلى الضرائب المفترض تحصيلها؟ الخطر هو كبير على اقتصاد الوطن العراقي، يعني معناته قلة الضرائب التي تدخل في خزينة الدولة العراقية، مسألة خطيرة جدا ودمر العراق والاقتصاد العراقي. نعم أستاذ سناء، لكن ماذا عن عملية الإصلاح الاقتصادي؟ هناك يعني أطلقت عليه الحكومة بالورقة البيضاء، لماذا فشلت بتحقيق أهدافها؟ ما الخلل؟ ما السبب في ذلك؟ الخلل والسبب في ذلك هو عدم نصاعة هذه الورقة البيضاء، وهي عملية مكررة. يعني هناك عدة نقاط، أنه مثلا شوف التقليل من عدد الموظفين، التقليل من القطاع العام، التقليل من المراكز الاقتصاديه، التقليل من شو اسمها الاعتماد على الصناعات الصغيره والكبيره، وهذه تحتاج الى
عدة سنوات حتى نتمكن من قيام هذه الصناعات وتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني العراقي، ومن ثم تلعب دور كبيرا، يعني إلى أن تقف على أرجل هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى وقت كبير. أما عملية البيروقراطية أو ما نسميها البطالة البيضاء في القطاع العام، فهذه طبعا هي عبارة عن موجودة أو غير موجودة. موجودة طبعا بحكم الرقابة، بإمكانها أن نزيل هذا العدد الكبير من البطالة المقنعة ونعتمد على عدد قليل من إدارة هذه المؤسسات. يعني هل العراق بحاجة إلى عملية رقابة وبالتالي محاسبة دولية محايدة لإنقاذ المؤسسات النفطية والحكومية والضريبة والبنكية؟ أستاذ سناء، تعتقد ذلك؟ نحن بحاجة أو غير بحاجة. أنا طبعا كذلك تكلمت حول هذا الموضوع في ندوات سابقة، أنه عندنا ديوان رقابة مالية، يعني بإمكانه أن يسيطر على عملية اسمها الضرائب ودفع الضرائب، شايف كيف، وعلى كل عمليات الحكومة بالاقتصاد الوطني العراقي. لكن مع الأسف هو هذا التذرع، شايف كيف، والفساد والمحاسبة الطائفية، لم يتمكن ديوان الرقابة المالية من أن يلعب دورا كبيرا في بناء الاقتصاد الوطني العراقي والتحكم في دفع الضرائب وإلى آخره. هذه فد مؤسسة ضخمة جدا، ديوان الرقابة المالية، ولعبت دورا كبيرا في تطور الاقتصاد الوطني العراقي والسيطرة والنظام الاقتصادي العراقي، لكن مع الأسف لم يعطى هذا الدور. وكذلك لم كان قد تبوأ عدة مدراء عامين في ديوان الرقابة المالية، وكانوا على مستوى عالي من الدقة والإخلاص في العمل الوطني. إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما هي السبل لكي ينعم العراق من ضرائبه المتحصلة من جميع المنافذ؟ ما هي الحلول برأيكم؟ الحلول هي لازم إيجاد رقابة على الضرائب وإيجاد جهاز رقابي نظيف، شاكر، لا يتمتع بقوة ولا يتأثر بالمحاسبة الطائفية ولا يتأثر بالفساد. يعني نحتاج إلى موظفين في كامل هذا الجهاز الرقابة على شاكر على الضرائب حتى نتمكن من حصر هذه الضرائب، وأنه تحصيل ما نحصله من دفع الضرائب من قبل منافذ الحدود ومن قبل استيراد المواد من الخارج وإلى آخره. يعني إذا نحتاج إلى أيدي نظيفة تعمل في جهاز الضرائب. أستاذ سناء، تعتقد أن العراق يمتاز بغياب الشفافية؟ هذا هو الخلل الأصلي؟ ليس فقط الشفافية، وأنه حتى غير الشفافية. نحن يعني طيب سابقا لم تكن شفافية موجودة بالعراق، طيب. لكن كانت هناك نزاهة في العمل، نزاهة عند الموظفين، نزاهة عند المدراء العامين إلى آخره. عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.